اولا واول شيء نبعث احر تعازي لصاحب الجلاله سيدنا محمد صلى الله وايده جميع الاسره الشريفه العلويه وجميع المواطنين المغاربه داخل المغرب وخارجه. هذه كانت فاجعة مؤلمة للأسف مرينا بها البارح يوم 8 سبتمبر. الحمد لله يا ربي حنا دابا كنقوموا بعض المعاونات بعض المبادرات مع الإخوان مع عندي أنا شخصيا صفاتي محمد الشرقاوي بلا صفات اللي عندي آخرين. هادشي كنعملو من عندي ومن عند بعض الإخوان. هذه مبادرة جمعنا فيها بعض الأشياء ونتمنى الله ما نكونش نسيت شي حاجة. عملنا ثلاثة ديال لي رومورك فيهم جميع الأشياء. عملنا واحد الطاقم طبي في لي ترونسبور في أطباء في ممرضين حتى هما غيمشيو. وعملنا هادشي هذا ونطلبوا الله إن شاء الله الخير. كنطلب جميع المغاربة باش يتضامنوا في هذه الأزمة. هذه احنا وطن واحد، احنا مغرب واحد، احنا مغاربة دائما معروفين في العالم كامل أنه كتجينا النفس على بعضنا. وهذه الساعة اللي خصنا نبرهنوا للعالم كامل أنه أي مواطن مغربي وقع له شي حاجة كنأجروه كاملين بينا.